طبعا متعودين من نيجرو على عروض قوية وخصومات قوية في بداية السيزون، في نصه، في نهايته، ما بيفرقش معاهم صراحة، ما بيفرقش معاهم. عروض جنان، خصومات جنان، النهاردة اللي هنشوفه ده مش طبيعي. الجواكت عارفين ان بتصل في بعض الاماكن لربعميات وخمسوميات وستوميات واكتر من كده في الخصومات، لكن ما تخيلناش ان مكان يروح جايب عليها وطيها مرة واحدة ويقول لك يلا اي حاجة داخل المكان بمتين وخمسين. لا ومش كده وبس، عندك سويتشيرتات كتير بمية جنيه، وبناطيل ميلتون بمية جنيه، والسيفي كله بمية جنيه. ازاي؟ انا معرفش. حتى قلنا نعمل عرض على قطعة ولا قطعتين، قالك لا على كله بسعر واحد، مفيش حاجة اسمها ده بسعر وده بسعر. تعال ندخل ونشوف مع بعض كده ايه الكلام ده وهل ده حقيقي. تعالوا مع بعض ندخل ونشوف. الاول نجيب العنوان، احنا شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع النصر ارض الجمعية، قدام الناحية التانية بيم سوبر ماركت بيم. الشارع ده اللي فيه النقطة، نقطة عمر بن الخطاب او نقطة ارض الجمعية. العنوان سهل وما يتوهش، ده نيجرو ملابس شبابي، وفي بعض المقاسات المحيرة. اول ما تخش المكان هتلاقي جواكت ووتر بروف، اغلب الوانها متاحة، 250. هتلاقي سويت شيرت الهود برضك الوانه كلها متاحة، 250. سويت شيرتات جاكت، يعني جاكت بتانا فرو، شغل عالي، شغل جامد جدا، 250. الجواكت كلها اللي فوق قدامك 250. سويت شيرتات بتتباع ب 400 و 500 ب 250. عاوزين نقفل ب 250 جنيه، 250 جنيه. لا لا لا، الصوت يبقى اي جاكيت عندنا، اي سويت شيرت ودي ب 250 جنيه، ب 250. اي جاكيت بفا 250، 2 في 1 ب 250 جنيه، بيتباع ب 500 600 جنيه، ب 250 جنيه المستورد، 250 جنيه، 250 جنيه. انت متخيل؟ متخيل دول كده خساره 100%، 250. الجواكت اللوكسات 250 العرض بيتكلم عن نفسه، 250 مش محتاج اي حوارات. بصوا الجواكت الايه الفاشون 250 جنيه، شايفين الكلام؟ 250 نزل نعرفه في اي حاجه قدامك 250. البيسبول الاصلي 250، السويت شيرتات الايه مشحم 250، القطع اللي تتباع بره ب 700 ب 250 جنيه. شايفين القطعه دي؟ اسال عليها في اي مكان وشوف سعرها كام بره، 250. نروح للجنب التاني، البوكليت البوليفارات اللي ترند 250. اي سويت شيرت اصلي خامه عاليه، جواكت في منها الساده وفي منها الفاشون النفخ، 250. انت متخيل 250؟ البيك سايز والاوفر سايز ب 250، الجواكت كلها بانواعها 250. بصوا 250، مين يتخيل ان الجواكت دي تتباع ب 250؟ ب 250. العنوان شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع النصر ارض الجمعيه امام سوبر ماركت بيم، 250. النورث فيس ب 250، ب 250، 250. والله ما هتلاقي الكلام ده خالص في اي مكان، 250 اي قطعه مستورده.
250 اي جاكيت، 250 اي سويت شيرت اصلي. اي كوتش بكام؟ كمل الطقم. واي كوتش ب 200 جنيه. اي كوتش ب 200 جنيه. اي كوتش كمان ب 200 جنيه. لسه المفاجأة. لسه المفاجأة، وده اللي انا عودكم عليه؟ لا. نسيب ده كده ونروح رايحين كده ونشوف الخامة. الله على القطن البيور 100%. بص المطة ولا مطة الموتزاريلا. بكام بقى؟ ب 100 جنيه اي تيشرتاية. كلمة السر محمد عرفة، تيجي تاخد اي تيشرتاية صيفي خامة وفينش وطباعة وتقفيل ب100 جنيه. ب100 الله على الرصاص، ب100 جنيه. بص التيشيرتاية عاملة ازاي، وب100 جنيه، ب100 خامات وموديلات ب100. عندك اكتر من 500 موديل، الوان مختلفه ومقاسات، وب100 جنيه. ب100 جنيه بس. تقول لي اتجننت، اول السيزون، الصيف لسه بيبدا ولسه يعتبر ما بداش، وهتبيع التيشيرتايه ب100 جنيه صيفي؟ بقول لك هنا عند نيجرو ما تتوقعهمش. اللي بيضرب في دماغ الحاج سعيد بيعمله. طيب والسويت شيرت دوت اللي هو الايه الفاشن ده اللي شكله جامد قوي، تتخيل ده هطلعه لك ب100 جنيه؟ الصيفي بيعاند الشتوي، فبيقول له وانت هتبيعني ب100 جنيه؟ انا كمان هطلع لك ب100 جنيه. التيشيرتات كمان دي كلها ب100 جنيه. ب100. بصوا الجمال، ب100. بلوفرات بكام؟ ب100 جنيه. دي ب150. كل ال اني ب100 السويتشيرت ب100. طب اخد السويتشيرت بس اطلع لك عليه حته ميلتون. عاوزين نكنسل على التليفون عشان واقفين منه الشبكه. لا لا ده تليفون انا لاقطين منه. اه هيوقف ال كنسلت الميلتون ب100 جنيه، الوانه ب100 جنيه، ب100 جنيه الميلتون، ب100 جنيه، ب100 جنيه. اي قطعه جنس مستورده 350. طب اشوف كده، بص بقى الحلويات، قلنا الجنس بكام؟ 350. نشوفها مع بعض كده. بص الحلويات، بص الحلويات 350. اي قطعه جنس 350 جنيه. اي قطعه جنس، حاجة كده براند، أي براند في الجينز ب 350 جنيه أهو. أي براند في الجينز ب 350، والتيشيرتات دي كلها ب 100 جنيه، والصيف كله ب 100 جنيه. الصيف كله ب 100 جنيه، ب 100، ولسه كله هيخش يستفيد. كل اللي جاي حبيبي، كل سنة طيب. نشوف الجاكيت ده، بص الحلويات، بص الحلويات 250. تتخيل جاكيت بالجمال والحلاوة دي هيطلع ب 250؟ تتخيل ده هيطلع ب 250؟ طب ما ده كمان هيطلع ب 250. الزيرو 12 ب 250. طب ما ده كمان هيطلع القمر ده ب 250. ب 250 وده بس، وده كمان هيطلع ب 250، واللي ورا ده كمان. اتفرج اتفرج على الحلاوه. ب 250، ب 250 جنيه اي جاكيت، ب 250 جنيه الميلتون اللي بمبالغ بره. بصوا الحلويات، ده الايه البراند، البراندات، التكات والحركات هنا اهو اهو اهو. قسما بالله الاسعار دي ما هتلاقوها في اي مكان غير في نيجرو. الناس تنزل ما تضيعش وقت. تعرف حد من اصحابك من اصدقائك كان ناوي يشتري لبس صيفي شتوي، قول له روح بسرعه على نيجرو، بسرعه على نيجرو،
عشان ايه؟ عشان عامل عروض دمار وتخفيضات على الاسعار كلها داخل نيجرو. الكوتش ب 200 جنيه، السويت شيرت ب 100 وب 250، الجواكت كلها ب 250، البنطلونات الجينز كلها 350. وعاوز اقول لكم حاجه، وانا جاي عملت حادثه اهو، وقدر الله ما شاء فعل، العربيه اتدشملت الحمد لله. يلا انتوا كمان بقى بسرعه ما تضيعوش وقت، انا جيت عملت كده عشان اجيب. يلا قدر الله ما شاء فعل، وبسرعه تعالوا استفيدوا بالعروض والخصومات من نيجرو. تحياتي ليكم، محمد عرف.